سبق القليل هذا مثالية. الجوارب أمر دارج جداً. أفضل أن تبدو قدماي مترفتين وتشعرانني بالترف. حان الوقت لأتبعها بثرائي. أوه، صني أنيقة جداً. لكن لدي نسختي الخاصة من الجوارب الذهبية. لا يمكن للفتاة الاكتفاء أبداً من الحلي. يبدو هذا موديلاً. ها؟ من الأفضل أن أذهب إلى الصف. واو، هذا رائع جداً. أوه، من وضع تلك الخزانة هنا؟ مهلاً، راودني الإلهام. يمكنني الاطلاع على قدمي. ومن يحتاج إلى الذهب؟ اللون الأزرق جيد مثله. آه، مظهر انخفاض درجة الحرارة. هو أجل، تباهي يا فتاة. كلا، توقف، انتظرني. لقد فاتتني الحافلة. ماذا سأفعل الآن؟ أنت، هل هناك خطب ما؟ تبدو هذه كمهمة تحتاج إلى مشرد الحي الودود. هل تحتاجين إلى توصيلة؟ هيا، اقفزي إلى الداخل. هل هذه سيارة من الورق المقوى؟ أو أجل، إنها أحدث طراز. يمكن لهذه الجميلة التحرك سريعاً. تمسكي جيداً، إنها سريعة جداً، صحيح؟ أشعري بالرياح تتخلل شعرك. هذا مذهل، شكراً لك. مهلاً، هل يمكنني القيادة؟ تفضلي. هذا مشوق جداً، لم أقد من قبل. مهلاً، ماذا؟ بروم، أبطئ السرعة. انظر، لقد وصلنا ونحن سالمين بطريقة ما. شكراً مجدداً، أنا ممتنة لك. ودان، حان وقت التسوق لشراء البقالة إلى مكب النفايات. بيب بيب. أوه، إنها آتية. صباح الخير يا سيدتي، اسمحي لي بفتح الباب. لا، أنا لا أفهم. لن أركب السيارة. ما رأيك في لوح تزلج؟ هل تمازحني؟ ماذا عن حذاء التزحلق؟ انظري إلى دوران هذه العجلات. هذا سخيف. نفدت كل أفكاري إلا إذا استطعنا استخدام هذا. هذا أفضل. يا إلهي، يبدو هذا ممتع جدا. فكرة رائعة. شاهدوا ما سأفعل. كلا، مهلا. أراك لاحقا. يا لها من طريقة للتنقل. حسنا، على الأقل تسنى لي ممارسة تمارين الكارديو اليومية. مرحبا، أجل، هذا أنا حقا. أشعر بأنني جذابة جدا. لنرى ما يمكن لهذا فعله. هذا هو أفضل شيء. الكل يشاهدني. جميعكم معجبون بي وأنا أحبكم جميعا. أوه، كان ذلك ممتعا جدا. سأنتقل هكذا مجددا بالتأكيد. من الأفضل أن أذهب إلى الصف. أوه، تأملوا هذا، إنها متطورة جدا. لابد أن الفضائيين تركوها والآن أصبحت ملكي. لا مزيد من ركوب سيارة الكرتونية. يا إلهي، أشعر بأنني مترف جدا. ها؟ ما كل تلك الضوضاء؟ حسنا، مرحبا. هل يملكها المشردون أيضا؟ لقد انتهيت منها بالتأكيد. لنجعلك تبدين جميلة. لا أقصد أنك بحاجة إلى ذلك. تقولين كل ما هو صعب. فترة الصباح موترة جدا، أعرف ذلك تماما، لكن استرخي فحسب. حسنا، أعتقد أنني جهزت كل شيء. كيف تحبين الانتقال اليوم؟ ما رأيك في هذا؟ حقا؟ مستحيل. حسنا، تبدو هذه رائعة. أوه، لدي فكرة، دعيني أجري اتصالا. مرحبا، أحتاج إلى مساعدتك. أجل، فورا. مروحية، هذا مثالي، هذا أقرب إلى ذوقي. نلت زيادة في المرتب للتو. ودان، صاني، مهلا، نسيت حقيبة المدرسة. يمكنك إنزالي هنا. علي تبديل مكتبي حقا. ما هذا؟ إنها نهاية العالم، انجي بنفسك. استرخوا، إنها أنا. أحب أن يكون دخولي لافتاً. حسناً، يمكنك الذهاب الآن. من حسن حظك أنني أحب مظهر شعري بعد هبوب الرياح. إذن، ما الذي فاتني؟ أوه، شكراً، هذا لا يصدق. يلا من متعالية. هل انتهى الأمر؟ علينا جدياً فعل شيء بشأن أماكن جلوسنا. أوه، نبتتي. إنها جميلة للغاية. حان الوقت لإبهارها بمواهبي. سأبدأ بالأزرق.
ولكني سأحتاج إلى ألوان أخرى أيضاً. سألون هذا القلب باللون الوردي. ها نحن دا. عليها أن تفهم الرسالة من هذه الرسمة. أتساءل إن كانت ستعجبها. هل صنعت هذا لأجلي؟ ارحل من هنا. كلا كلا، لا أريد ردة الفعل هذا. أجل، هذه سيئة. انتظروا، ماذا؟ كلا، لقد لطخت أصابعي بالطلاء. يومي لا يسير كما أشتهي. من الأفضل أن أغسل يدي قبل أن أسبب المزيد من الفوضى. سأحتاج الصابون لهذا بالتأكيد. انتظروا لحظة. رائع، انظروا إلى هذا. تلونت الرغوة من الطلاء. حان الوقت لإصلاح الأمر. أحضرت وعاء ماء وسأضع صابون الجلي. وبالطبع سأضيف الألوان. سأمزجهما معاً بعصا مثلجات. ها نحن دا. هناك رغوة قليلة، ولكني أحتاج إلى المزيد من الفقاعات. حان الوقت لإضافة الهواء من خلال شفاط. رائع، انظروا إلى هذه الفقاعات، إنها تزداد. حسناً، وداعاً يا شفاط. والآن سنضيف الورقة على الفقاعات. رائع، ظهرت الفقاعات على الورقة. مرحباً، أعددت لك هذه البطاقة. صنعتها لي حقاً؟ رائع، أحببتها، إنها جميلة جداً. يا إلهي، هل تريد السير معي إلى الصف؟ لقد نجحت بالفعل. أوه يا إلهي، أشعر بالتوتر حيال مسابقة الرقص هذه. هاي، لا وقت لدينا، التالي، هيا. يمكنك الفوز، أعرف قدراتك، حظا طيبا. حسنا، أنا مستعدة، سأبدأ. حسنا، أنا أرقص، لن أتجمد وأرتكب أي خطأ. أوه جيد، إنها مذهلة. مرحة، فعلتها. أوه، أمل أن رقصينا لا عجابة. حسنا، لقد أبليت بلاء حسنا، نلتقي في النهائيات. هاي، مذهل، لا أصدق أني نجحت. لقد نجحت كما أخبرتك. شكرا. حسنا، سأذهب الآن. هيا هيا هيا، يمكنك أن تنجحي. حسنا، سأريه هذه الحركة. وهذه رائع، والنهاية الكبرى، ترى. تبا، هذا سيء، غادري من فضلك. لم تنجح أو لا؟ هاي، لا تبكي، لقد كنت رائعة. أجل، لكنني راقصة سيئة. كلا، توقفي عن الكلام الآن، سنحاول مجددا. سأجري عليك بعض التغييرات. هاي، أعتقد أن هذا أفضل. لكنك ألبستني ملابس تشبه ملابسك. أنت محقة، أنت بحاجة إلى شيء آخر على ما أظن. سنصنع شيئا بشعرك. أوه، فهمت. هيا، سأبدأ بالطبشورة الزرقاء. علي تبليل نهايتها، ثم سأضعها على أطراف شعرك. واو، أصبح رائعا، أنت مذهلة. جميل، من كان يظن أن شعر قوس قزح سهل هكذا. حسنا، سأجرب ثانية بمظهر جديد. واو، انظروا إليها، إنها بارعة في الرقص. أحببت مظهرها أيضا. لقد تأهلت إلى الجولة التالية. لقد تأهلت إلى الجولة التالية. مرحة، أنا سعيدة جدا، شكرا جزيلا. أو يا إلهي، انظري، إنه قادم، إنه ينظر إلى هنا. مرحبا. أو لم ينظر إلي حتى. هل تنظر نحوي؟ لا، جيد. حسنا، خطرت لي فكرة. هاي، تعالي، لدي خطة. واو، لنفعل هذا، أنا موافقة. حسنا، سنبدأ بهذه الطريقة. سنحتاج قلبا بلاستيكيا على شكل قلب، ثم سنملأه باللون الأحمر، ثم نضيف اللون الوردي فوق اللون الأحمر. يبدو هذا جميلا، لذا أعتقد أنني سأضيف الأصفر الآن، ثم الوردي الفاتح، يليه اللون الأزرق. أحببته فعلا. طبقة أخرى فاتحة، ثم اللون الأخضر. امتلأ القلب الآن تماما. سأنتظر الآن حتى يصبح صلبا، وأحتاج طبقا الآن لأقلب القالب وأخرج القالب منه. انظروا إلى هذه الطبقات، إنها جميلة حقا. حسنا، لدي هذا القلب الآن. أنا متوترة، لكن حان وقت المحاولة. حسنا، سأعترف لها بحب اليوم. أنا متوتر كثيرا. كلا، لا تهرب منها. مرحبا، صنعت لك هذا. مستحيل، هل صنعت لي قلبا أيضا؟ لا أصدق. أو أنا سعيدة بنجاح علاقتهما. مرحبا، كيف الحال؟ واو، شعرك جميل، لقد أحببت حقا ما فعلته به.
ها؟ ماذا تفعل هنا؟ هاي، انظر، أحضرت لوحة تزلج جديد. تباً، إنه مهتم بها أكثر مني. حان الوقت للاستعانة بسحر اليونيكورن. حسناً، شكراً. واو، أوه، ماذا حدث للوحي؟ أجل، لقد نجح الأمر تماماً، لم يعد مندهشاً. أو إنها السبب. هذا يعني أنني سأتحداها وأتغلب عليها. سأزين لوحة تزلجي بطريقة أفضل من ذي قبل. سأبدأ باللون الأحمر، لكنه لن يكون اللون الوحيد. أجل، أصبح رائعاً. أحتاج إلى شيء آخر أيضاً، وسأضيف رغوة الحلاقة، سيصبح جميلاً. مذهل. ثم بخاخ الطلاء الأسود. سأغطي اللون كله باللون الأسود. حسناً، ثم سأشطف رغوة الحلاقة. أزالها الماء بالكامل. هكذا، أصبح نظيفاً. أصبح لوحي جاهزاً. مرحباً، انظر إلى لوحي الآن. مستحيل، كيف فعلت ذلك؟ وداعاً. هذا اللوح رائع، يجب أن تخبريني بطريقة. ما الأشياء التي يبدو هذا جيداً. حاجباي مثالياً. سأضع قليلاً من ضوء الشفاه. سعيدة لأن لدي الوقت لفعل هذا. أحب صف الفنون. أبدو كتحف فنية. لن أقول شيئاً نفسه عن لوحة ديفيد. من الأفضل أن أنهي وضع مكياجي. سأختار وضع محدد العيون في شكل جناح. يمكنني وضعه بشكل أفضل. سأحاول وضعه مجدداً. أوه، ليس هذا المظهر الذي سعيت للحصول عليه. لماذا هذا صعب جداً؟ ها؟ ماذا تفعل؟ أزيل شريط اللاصق من لوحتي. إنه يمنح تأثيراً رائعاً. تبدو جيدة، صحيح؟ أجل، لقد ألهمتني بفكرة. أحتاج إلى بعض شريط اللاصق فحسب. سيفي هذا بالغرض. سأبدو مذهلة. سأضع شريط اللاصق أسفل أنفي وعلى وجهي، وسأضيف المزيد عند زاويتي عيني. قد يبدو الأمر غريباً، لكن ثقوا بي. أحتاج إلى تلطيف محدد عيوني. يعمل شريط اللاصق كدليل إرشادي، وحين أزيله أحظى بشكل محدد العيون المجنح المثالي. مثير للأعجاب، أليس كذلك؟ وسهل جداً. ديفيد، انظر إلى هنا. واو، يمكنك الحصول على هذه اللوحة. أو شكراً. هذا ممل جداً. لا يفعل الكثير من الأمور. ربما يمكنني أن ألال استراحة. سأحظى بقليل من المرح وأقسم عملي اليوم. سأضع الآيباد هنا مباشرة. أحتاج إلى شيء يبقيه مستندا. لن ينجح هذا. هيا، أصبح الأمر مزعجا. أظنني أعلم كيف أصلح هذا. لا استراقة للنظر، انتظروا عندكم لحظة. هذا أفضل، إنه مسند رائع. أفضل كثيرا من تأدية واجباتي المدرسية. سأفتح الملف وسأضع بعض الغراء في الزوايا. أريد أن يكون الشكل تقريبا مثل شكل الآيباد. لدي بعض شرائط الأقمشة. سأضغط عليها لتثبت بالغراء. أحتاج إلى التأكد من أنها محكمة. والآن سأضع الآيباد بينها. سيثبت هذا في مكانه. فكرة ذكية، أليس كذلك؟ أحب هذه القناة. ديفيد، ماذا يحدث؟ من الأفضل أن أخبئ هذا. هذا مثير جدا للاهتمام. يبدو كل شيء على ما يرام. فتى صالح، واصل عملك المتقن. بالتأكيد. والآن ماذا كنت أفعل؟ هذا مضحك جدا. ها هي نتائجكم في الاختبار. أعلم أنني سأحصل على امتياز. ماذا؟ هل رسبت؟ مستحيل، لا يعقل أنني حصلت على امتياز. واو، أنا أذكى من تلك المهووسة. رائع. لا تحزني، يمكنني حل الأمر. ثقي بي، سأقطع جزء ذا التقدير السيء. هل رسبت حقا؟ آسف، لم يكن هناك داعي لذلك. حسنا، والآن سأستبدلها بعلامة امتياز، وسألصق الورقة معا بسائل تصحيح. ماذا تفعل؟ انتظري فحسب وسترين. حسنا، انتهيت تماما، تفضلي. ها؟ مهلا، أعدت ذكية مجددا. شكرا ديفيد، فكرة ذكية جدا. مهلا، هذه ورقة الاختبار الخطأ. أعلم ذلك. أعتقد أنني حصلت على امتيازي مجدداً. إذن فأنا لست ذكياً فعلاً في النهاية، صحيح؟ صحيح. اليوم هو يوم مميز، يجب أن أبدو بأفضل ما ظهر. أنا أفعل هذا من أجلك. يخفق قلبي بسرعة عند رؤيتك. لا أريد الابتعاد عنك أبداً. يجب أن لا أنسى هذا. آمل أن تنال إعجاب غابي. ها؟ مرحباً جاسن. ها؟ ماذا تفعل؟ لا، بطاقة غابي. كان ذلك وشيكاً. أنا قادم. هل رأيتني؟ هل رأيتني؟ مشروب غازي، هذا ما أحتاج إليه. توقف عن إحداث الفوضى. فقاعات، كن حذراً. شعرت بالقلق لبرهة. بيب بيب،
لا أليكس، ماذا فعلت؟ لقد دمرت البطاقة. أنت لقد تماليت كثيرا هذه المرة. أنا على وشك أن أقضي عليك. هيا نلون معا يا جاسن. مهلا، اليوم عيد ميلاد جابي وصنعت لها تلك البطاقة. إنها تستحق هدية جميلة، لكنك دمرت خططي. الفتيات مقززات. أخرج من هنا حالا. كلا، أخرج أنت. أليكس، أنا لا أمزح. مهلا، يمكنني حل هذه المشكلة. حان الوقت لإثارة دهشتك بمهاراتي الفنية. سأبدأ برسم قلب حب، ثم سأرسم دوامة في المنتصف. سأضيف بعض الخطوط وأحول القلب إلى وردة. هذه هي الأوراق، وأخيرا سأرسم الساق. سأرسم ورقة أخرى هنا. لقد انتهيت، من الأفضل أن أريها لجاسن. مهلا، ضع الوسادة. لقد رسمت هذه لك. حسنا، لجابي. هذا ممتاز، أنت عبقري. لقد أنقذت الموقف، أنا بطل خارق. سأريها لجابي. عيد ميلاد سعيد. هل هذه لي؟ إنها جميلة يا جاسن، شكرا لك. وأنت تستحقين هذا يا جابي. مرحبا أيها الطلاب، هل أنتم مستعدون لدرس اليوم؟ سنحضر أولا قطعة بلاستيك عادية، ثم نأتي بمقص ونقصها. أجل، والآن أصبحت القطعة خيوطا. سنفركها بقطعة قماش. رحبوا بضيفنا في الفصل. والآن حان وقت الجزء الممتع. مستعدون؟ ليبدأ السحر. بثبات. ترى! شكرا، سأتواجد هنا طوال الأسبوع. ماذا؟ أين أنا مجددا؟ حسنا، لابد أنه حلم. يوم مدرسي ممل آخر. ها؟ ما هذه؟ أظافري أجمل بكثير. واو، لا أصدق ما أراه. أظافرها في غاية الجمال. وأظافري ليست جميلة أبدا. ماذا تسمين هذه؟ أظافري؟ إنها ليست بذاك السوء، أليس كذلك؟ ماذا تقول هاتان الفتاتان؟ فتيات سخيفات هن وأظافرهن. مقرف جدا. هاي، انظري حولك. أنا؟ أجل، انظري للأشياء التي تملكينها. لا شيء يمكنني استخدامه. أنا لا أرى شيئا. حقا؟ ماذا عن هذا شيء؟ عرفت الآن ما تقصدينه بالضبط. قلم الشمع. ولكن ماذا سأفعل به؟ استخدمي عقلك الكبير. قلم الشمع. وجدتها، فكرة رائعة. أحتاج أولا لعمل شكل الظفر. سألصق قطعة ورقية فوقه، ثم أحدد حجم الظفر. يبدو هذا جيدا. والآن سأرسم الشكل المناسب لي، وأستخدم مسدس الشمع لملئه بلون زاه جميل. سأقوسه قليلا ليصبح شكله مناسبا. ومرحى، حصلت على ظفر جميل وجديد. أو على أظافر جديدة. ترى، أظافر جميلة ومثالية. أو ما رأيك بهذه الأظافر الآن؟ ماذا؟ هي للروعة، إنها جميلة. ياي، شكرا لك آنستي، كنت أعرف أنك ذكية. عزيزتي، ربما علي الآن صنع أظافر خاصة. حيلة من حيالي. عزيزتي، جيد، أنت هنا، لدي شيء لك. أمي، ماذا يحدث؟ أمل أن تعجبك، إنها تذكرة للملاهي. مستحيل، واو أمي. أنت تستحقينها يا صوفيا. لا أطيق الانتظار. هذا جنوني. حسناً، علي أن أسأل ماذا يحدث هنا. أنتما تخيفان بقية العملاء. لا بأس، لدي تذكرة. حسناً، أرجوك، إنها تستمتع. بحقك، أسدي لي خدمة. لديكما 5 دقائق، لكن لا تتقيئي. يا له من يوم، إنه طقس مثالي لامتطاء حصان. مرحبا يا فتاة، هل أنت مستعدة لفعل هذا؟ لا تتحركي، هيا بنا. بلطف ورفق يا فتاة. كما تدربنا تماما، هذه أفضل طريقة لقضاء اليوم. إنها تجعلني أسترخي فعلا. يا فتاة، أين طاقم العمل؟ هل قرأت الجرس؟
ستأخذين استراحة. لابد أن امتطاء الحصان قد أشعرك بالجوع. لدي مرطبات كيانا. أوبس، أمل أنها لم تلاحظ. تفضل يا سيدتي. أخيرا، ماذا أتناول؟ سأخذ الصودا. والآن اذهبي، فأنت تخيفين الحصان. بالتأكيد يا سيدتي. هل يوجد أفضل من هذا؟ لابد أن ألتقط بعض الصور. سأتولى الأمر يا سيدتي. تبدين مذهلة. سأتأكد من التقاط صور لجانبك الأجمل. ماذا؟ كل جانب مني جميل. لقد كنت أتدرب على هذه الوضعيات. يبدو ذلك واضحاً. إنها جميلة جداً. جربي معانقة الحصان. لقد خلقت للتصوير. حسناً، يكفي هذا لننشرها. رائع، مطاردو المشاهير لا يتركونني وشأني أبداً. هل يمكن لفتاة الذهاب إلى الفضاء كأي شخص عادي؟ هذا مزعج جداً. يسرني كثيراً أن أبي قد اشترى لي هذا الصاروخ الجديد. كان طراز الصاروخ الأخير قديماً للغاية، لم يكن فيه منتجعاً حتى. إذن كيف يقود المرء هذا الشيء؟ هذا رائع جداً. إنه ساكن جداً وهادئ. حان وقت بعض المرح. كيف أتوقف؟ بدأت أفهم هذا. من الجيد قضاء بعض الوقت وحدي. يمكنني التدرب على حركات الرقص خاصتي. بدأت أشعر بالدوار، وأنا أحب هذا. يمكنني فعل هذا طوال اليوم. حان وقت التقاط الصور الذاتية. ستشعر صديقاتي المقربات بغيرة شديدة. علي الحصول على كائن فضائي ليكون حيواني الأليف. هو لدي فكرة. هذه أفضل طريقة لغسل الأسنان. سيكون طبيب أسناني فخورا جدا. أين المنتصف؟ اليوم سنرسم عذارا. رجاء، هذا سهل جدا. سأخذ هذا. سأتولى الأمر. اجلس واستمتع بالرحلة فحسب. أزهار، أليس كذلك؟ حسناً. منعش. كدت أنتهي. سأضيف بضع لمسات نهائية فحسب. وها قد انتهيت. ما رأيك فيها؟ هل لا تطفالي؟ شكراً. لا، بل شكراً لك. لدي فكرة. يمكنني صنع أي شيء بالورق المقوى. إنه حامل الرسم الصغير الخاص بي. مثالي. حسناً، جيد. يمكنك إعطائي تقدير ممتاز الآن. ما رأيك في رسمتي؟ يا إلهي، أحسنتما. بشرتي تبدو باهتة جداً. لن يفي هذا بالغرض. علي إعادة الحيوية إلى وجنتي. ما الذي حدث لهذه الفرشاة؟ أعتقد أنها أفضل من لا شيء. لا يحدث شيء. هذا مزعج جدا. هيا. واو، كل الهول، أنا في ورطة كبيرة. هل هذا أنا؟ على الأقل لم أعاقب بالاحتجاز. هل شعري؟ هذا ما تصنع منه الفرش على أي حال. هيا، أنا بحاجة إليك. حصلت علي. حان الوقت لأبدع. حانت لحظة الحقيقة. ما رأيكم؟ مهلا. واو، ماذا؟ قد ترغب في التعامل مع ذلك. واو، هل هذا أنا؟ هذه البذرة ضخمة، ماذا أفعل؟ إتقاها. هل لا يمكنني فعلها؟ لن يستغرق الأمر سوى ثانية. ابقى ثابتاً. أجل، هذا ما علينا فعله. تفضلي، تدربي على هذه أولاً. لا أمانع فعل هذا. أجل، لما هذا ممتع للغاية. كاد ذلك أن يكون وجهي. مرحباً، لا مثيل للحصول على عناية بالبشرة عند الطلب. علي حماية صانع الأموال. ناعم جداً. أعتقد أن هناك شيء واحد متبقٍ. إنه يزال بشكل سلس. هل نجح الأمر؟ أعتقد أنني خال من البثور أخيراً. ما هذا؟ قزز، ارحل من هنا. مهلاً، ما هذا؟ لا أصدق هذا. من الذي ترك هذه هنا؟
لقد فاتني الغداء اليوم كذلك. إنها شهية جداً وفوضوية نوعاً ما. من الجيد أنني أحمل مناديل مبللة دائماً. وبينما أفعل هذا، منذ متى كانت هذه الأوساخ هنا؟ أوه، ها نحن ذا. يحب المرء أن يكون حذاؤه الرياضي نظيفاً. أيتها الخزانة، تلميع. شكراً، لقد سررت كثيراً في عطلة الأسبوع هذا. ماذا؟ احتفظ بالباقي، لا يهم. يرى الأطفال الأثرياء، إنهم مذللين جداً. إلى المرة القادمة، قف الكيمياء بانتظاري. ماذا؟ لا أصدق أنني دعيت. هذه هي أكبر حفلة في السنة. شاهد هذا، خمن من ستأتي إلى الحفلة؟ حسناً، رائع. أليس هذا هو الخبر الأكثر إثارة؟ أتعلمين؟ سأكون هناك أيضاً. أو حسناً، في الواقع زي جاهز بالفعل. ما مدى روعة هذا؟ لقد صنع خصيصاً لي. ماذا سأرتدي؟ هل صدر هذا مني؟ أو يا للهول. مهلاً، لقد أوحى لي هذا بفكرة. حسناً، أنا مستعدة. هل تتذكرون هذا؟ حان الوقت لتعديل بسيط، مجرد قصة صغيرة هنا وقصة أخرى عند القدمين. حسناً، والآن لنرى النتيجة. أوه، مرحباً بالأكمام. سأمرر رأسي من هنا، وها نحن ذا. إنه جميل جداً، أليس كذلك؟ إضافة بعض الثقوب ستضفي لمسة أكثر جاذبية. على الأقل لن أقلق بشأن تمزقي بعد الآن، لكني لم أنتهي بعد. سأواصل هذا حلقة تلو الأخرى، وسنحظى بنمط رائع للغاية. كدت أنتهي، وها قد انتهيت. إنها بلوزة فريدة من نوعها يا أعزائي. مرحى يا أليكس، زي المخصص. ماذا؟ واو، هل يمكن أن تكوني رفيقتي؟ رائع، شكراً، لنذهب. الأفضل أن أستعد للتحدي التالي. يبدو أن هذا هو الوقت المناسب. ستيسي، هذه لك، أمل أن تنال إعجابك. أو هل أنت جاد؟ لا، لا يمكنني. أو هدية لي؟ لا، إنها لستيسي. حقاً؟ ما هي يا ترى؟ انظروا إليها. ماذا؟ إنه مجرد يونيكورن غبي. لن أفهم النساء أبداً. إنه من خطيبي، إنه رائع، سأحتفظ به إلى الأبد. منحني هذا فكرة للجولة التالية. سترسمان يونيكورن. هل تمزحين؟ حسناً، هيا بنا. لا، هذا ليس جيداً. إنه نايم جداً. يوجد في الصندوق شيء آخر. هل هذه حلوى؟ رائحتها مثل الحلوى بالفعل. إنها لذيذة. ها؟ ما الذي يحدث؟ مهلا اللحظة، أعتقد أنني وجدتها. حان وقت الرسم. سأرسم الخطوط العريضة لليونيكورن على ورقة رسم البياني، ثم أدور حول الخطوط العريضة. ثقوا بي، ستكون النتيجة رائعة. والآن سأضيف بعض التفاصيل. سيكون هذا شعره. والآن سأملأ الخطوط العريضة لتصبح بارزة، ثم أضيف الألوان. سيبدو جميلاً جداً. يجب ألا تتجاوز الألوان الخطوط. سألون القرن بعدة ألوان، هذا جيد. ثم سأضيف اللمسات النهائية. لقد انتهيت ليلي، لقد انتهيت. يوشك الوقت على الانتهاء. ماذا؟ كيف؟ ماذا سأفعل الآن؟ ستفي هذه بالغرض. أو تدا، لقد حاولت على الأقل. أحسنت صنعاً يا ستيسي، رسمتك رائعة. يفضل ألا أتحدث يا ماثيو، الفائزة هي ستيسي، لا يوجد مجال للمقارنة. صحيح، أعلم ذلك. كنت من الأفضل أن أستعد. تباً، يبدو شعري مبعثراً. مرحباً، أنا بحاجة إليك. هل تحتاج إلى المساعدة يا ليام؟ ماذا هناك؟ لا يمكنني السيطرة علي. لا تقلق، سأتولى الأمر. ستحصل على شعر جميل في غضون لحظات. انظر. حقا، لا أدري إن كانت التسريحة جميلة. يبدو شعري مغطى بالزيت.
ابقى هادئا، سأجرب شيئا آخر. ثق بي، انظر الآن، هل تعجبك؟ ليست كما يجب. حسنا، أعتقد أن بإمكاني تجربة شيء جديد. سأحتاج إلى هذا. ها، جيد، ستكون النتيجة رائعة. انتظر فقط، سأرفع خصلة الشعر هذا. هذا مثير، يعجبني، لكن لم ننتهي بعد. سيجعلك هذا مميزا بالفعل. ستكون النتيجة رائعة. ثق بي، سأضع هذه على طول خط شعرك. هاو، لقد صنعت فرقا كبيرا. يعجبني. هذا لقاء خدماتك. إنه لمن دواعي سروري. يا له من شاب وسيم. أحب يوم التنظيف، إنه يخلصني من التوتر ويمنحني بعض الوقت للتنظيف. ولن أنسى الأرضية. هترون، ألا يبعث على التأمل؟ وهو سهل باستخدام هذه الأداة. انتهيت. أو لا، شعري، إنه جامح. ليس لدي وقت لتصفيفه. أو لنفعل هذا، لكنني أحتاج أولاً إلى ربطة شعر. والآن سأنتقل إلى الشعر. هيا بنا. لطيف جداً، دون أن أبذل أي جهد. هذا ما كنت أعنيه. أنا قادمة. يوم اختبار آخر، لا يهم، وكأنني قد اهتم. مهلا، علكة مجانية، تبدو وكأنها بنكهة نعناع الشتاء. علي تنظيفها قليلا فحسب. هل أنتم مستعدون للاختبار؟ ممنوع الغش. حسنا، لا بأس. أنا لست مستعدة لهذا على الإطلاق. لا يوجد كيمياء في دماغي، لا أعرف ماذا أفعل. أيتها المعلمة، لقد انتهيت. هل قلت إنك انتهيت؟ أنا قادمة. شكراً لك. لم تجب على أي أسئلة؟ اقلبيها. نقود؟ يا إلهي، كما أنت كريم. أعرف ذلك جيداً. هل تمزح معي؟ مهلا، لحظة، لدي أجوبتي الخاصة. من الذكي الآن؟ هل تعتقدين أنني لا أراك؟ هل يوجد غش هنا؟ لا أعتقد ذلك. هذا ليس كما يبدو. حقا؟ كم هذا مؤسف. والآن ماذا سأفعل؟ شعري، هذا هو الحل. من الجيد أنني أعددت المزيد. لن يشك أحد في هذا. هل ترون؟ ما هذا؟ لا يبدو أنها تغش. مرحبا أيتها المعلمة. كم هو لطيف. إنها لا تنظر إلي. أجل، من الأفضل أن أسرع. أعتقد أنني أجبت كل شيء. لقد انتهيت. حسنا أيها الطلاب، سلموا الواجب المنزلي. أجل سيدي. ماذا؟ ماذا حدث؟ أو لا، لقد تلف. ماذا سأفعل الآن؟ أو انظري لهذا، ممتاز. جيد، ماذي، أحضر لي واجبك من فضلك. حاضر سيدي، حالا. أو ماذا سأفعل الآن؟ حسنا، الذي هذه، سأعمل على تمليسها. ماندي، هل يمكنك إحضار واجبك من فضلك؟ أجل سيدي. أو ربما لن يلاحظ. تفضل سيدي. لنرى ماذا حدث لهذا. أو لا، خذي، أبعدي هذه القمامة. أنا بحاجة للمزيد من المناديل الورقية. لا يوجد. مهلا، لحظة،
آها، خطرت لي فكرة رائعة. أنا بحاجة أولا إلى أنبوب فارغ، وأحتاج أيضا إلى مقص. سأقص الأنبوب من المنتصف بهذا الشكل. والآن حان وقت الجزء الممتع، التزيين. هكذا أصبح معي حامل مثالي للواجب المنزلي، يبدو مذهلا. هذا برأيي طبعا. تفضل سيدي، إليك واجبي. في الوقت المناسب. أوه، انظروا لهذا، يبدو جميلا. شكرا سيدي. أنا أحب الملصقات أيضا. وانظروا لهذا، واجب مثالي. أحسنت صنعا. سأمنحك تقدير ممتاز وبجدارة. مرحبا، شكرا لك سيدي. العفو، احرصي على أن يكون واجبك القادم بهذا الشكل أيضا. مرحبا أيها الطلاب، أريد منكم اليوم رسم الشمس. مذهل، أنا متحمسة جدا. ماذا؟ أوه لا، أحضرت مقلمة الأقلام الخطأ. تباً، إنها أقلام التحديد. حسنا، يمكنني رسم دائرة بجميع الأحوال. أو دائرة غبية. ظننت أنك قادرة على رسم دائرة. كم أنت سخيفة. والآن سأستخدم أدواتي الخاصة. أها، فرجار الثمين وقلم الرصاص المفضل لدي، ملائمان لبعضهما البعض. تيري، شاهدي هذا. أترين دائرة مثالية. واو، هذا مذهل. هل ستعيرني إياه؟ أشياء ثمينة؟ مستحيل. هذا ظلم، أريد رسم دائرة مثالية. ماذا يمكنني أن أفعل؟ إذا استخدمت هذا مع القليل من هذا ولمسات من ذاك. وجدتها، سأستخدم يدي. يمكن ليدي أن تصبح فرشارا. فكرة ذكية. سأضع يدي على الورقة وأمسك بالقلم، ومن ثم سأدور الورقة مع الحفاظ على يدي ثابتة. بهذه الطريقة لقد نجح. أجل، دائرة مثالية. أجل. والآن سأضيف للشمس الأجزاء الأخيرة. يوشك الوقت على النفاذ. المزيد من الخطوط هنا وهنا. انتهى الوقت، أروني رسماتكم يا طلاب. أجل سيدتي. ترى، تماما كرسمتك. انتهيت. أبدعتما أنتما الاثنان، لكن لدينا فائز واحد. أبدعت يا ماندي. ها؟ كيف هذا؟ ها؟ رائع، شكرا سيدتي. لا أدري ماذا سأكل، هناك الكثير من الخيارات. لكن يا أبي أريد يونيكورن. هاي هنا، سأحضره حالا. أحرصي على فعل ذلك. تفضلي بالهناء والعافية. لم علي الجلوس بجوارها؟ لا، لن تفعلي. هذا سيء. هذا مثالي. طعامك سيدتي. أملك ذوقا فاخرا. لذيذ ولا يناسب الجميع. ماذا؟ هاي أنت، تعالي إلى هنا. نقودك سيدتي. لذيذة. ماذا؟ لا أصدق. ذهب لذيذ. سخيفتان. أنا جائعة جدا، أريد شيئا لتناوله. لكن ماذا؟ لا كثير من الخيارات. وجدتها. هذا اللون مناسب لي، سأبدأ بالصيد. جميلة وطرية. أعتقد أن هذا طعام سريع. جميل وسهل الصيد. يا لها من تحلية. أحب العناكب. ماذا؟ نسيت هاتين الفتاتين. علي أن أجد وظيفة أخرى. ما هذا؟ نمت جيدا. حان وقت الاستعداد. لا ماء. لماذا سأغسل وجهي؟
سأنظف أسناني على الأقل. ما الحاجة لفرشة الأسنان؟ رائحة النعناع المنعشة. حسناً، ستفي بالغرض. ماذا سأرتدي؟ حسناً، جميل. جيد، سأذهب الآن. لا لا، ذلك اليخت صغير جدا. أشرقت الشمس. أحتاج فكرة مبتكرة. واو، جيد. هاي، انهضي. ووهو، حسنا، لن تقاوم هذا. ذهب. يا له من حلم رائع. أحسنت صنعا كالعادة. إنه عملي. وداعا. حل صباح. أين هاتف المكياج؟ أريد مساعدتك. ماذا يمكنني أن أفعل لك؟ ضعي لي المكياج. سيكلفك هذا عين النقود. حسنا، خذي. حقا مستحيل. هل علي فعل كل شيء بنفسي؟ هذا ممل. حسنا، اعتقد اننا مستعدون للبدء. هاي، انتبه. اول خريجة هي شارل. معجبين المخلصين. تغرسي، لان والدك اشترى لنا مسبحا. تهانينا. لم تلمسني؟ لا احب هذا، ساغادر. لنصفق لشارل. اتاني يا إلي. احرص ان يلتقط المصور صورا جميله. تفضلي شهادتك. مرحى، فعلتها. بكل تأكيد. وقت سيلفي. هذا جميل. حسناً، انزلي عن المنصة. وأخيراً آسي. أنا سعيدة جداً. إليك هذه الورقة. هذه؟ وعدت نفسي ألا أبكي. تعالي إلى هنا. تمالك نفسك يا كيفن. تستحقين هذا يا أسي. واو، منحة. ووهو، يا أسي. هذا أفضل يوم على الإطلاق. بسرعة، أمل أن ينال هذا إعجابك. واو، حسناً، حسناً، أنا مستعدة. واو، ألوان قوس قزح مذهلة. أوه، هذا اللون جميل جداً، سأبدأ به. سأستخدمه لطلاء فرشاة الطلاء الكبيرة، ثم أستخدم اللون الأزرق، ثم الأخضر والأصفر أيضاً. يليهما اللون الأزرق الفاتح. سألون فرشاة الألوان بكل ألوان قوس قزح، ثم سأضع الألوان على الورق. أوه، مرحى، نجح. انظروا لألوان قوس قزح هذه. ممتاز، هكذا تماماً، انتهيت. أحب قوس قزح. لماذا من الصعب رسم قوس قزح؟ يحتاج إلى الكثير من التلوين. كيف انتهت بسرعة؟ لا يهم، تظن نفسها رائعة. متى اللحظة؟ وجدت السر. أعطني هذه. هاي، ماذا تريدين؟ إنها لي. استخدمي فرشاتي. توقفي عن محاولة سرقة فرشاتي يا لصة الفنون. لقد ارتفعت عاليا. ماذا يحدث؟ إنها تصنع شيئا سحريا. واو، كرة ديسكو جميلة. انظري إلى كل هذا البريق. حان وقت الرقص. واو، حيل قوس قزح هي الأفضل بكل تأكيد. اتفق هذين اليونيكورن على الزواج اليوم بهذه الطقوس. أحبك. يا إلهي، كم هذا جميل. يمكنكما تبديل الخاتمين إن لم يكن هناك اعتراض. الخاتم هنا. يا إلهي، أين هو؟ أنا متأكد أنني وضعته في جيبي. هاي، لدي حالة طارئة، لا أملك خاتما. ماذا يحدث هنا؟ يا إلهي، ليس لديه خاتم. ماذا؟ سأجد حلا.
حلمي بالزواج على وشك أن ينهار. لابد أن هناك شيء يمكنني فعله. قلادتي. لحظة واحدة من فضلكم، سأستخدم خرز القلادة ومكواة الشعر. سأضع ورق الخبز على الملقة الساخن. رائع. سأرتب الخرزات بشكل قوس قزح صغير، ثم سأضغط عليها. هكذا بدأت الخرزات بالذوبان تحت الحرارة، ذابت وأصبحت مستوية. سألفها الآن على شكل خواتم، تبدو جميلة فعلا. سأرتديها الآن في أصابعي. هكذا، إنها جميلة، جميعها مناسبة لأصابعي تماما. أنا ذكية. حان الوقت لإنقاذ هذا الزفاف. تفضل. حسنا فهمت. واو، خاتم قوس قزح مذهل. حسنا أنا مستعد للآن، دعيني أضع لك الخاتم. قلت لك إنني لن أخذ لك. حسنا، أنتما متزوجان الآن. حفل الزفاف، منسق الأغاني مدهش. تفقدنا طلائش فهي فتيات. يا إلهي أنت محظوظة. أعلم ذلك، إنه أفضل شيء. ستبدو شفتاي جميلتين جدا. يا فتيات أين ذهبتن؟ حقا؟ تنفسي فحسب. أوبس. هذا اللون يناسبك. محاولة جيدة، أنت تعرفين القواعد. الماكياج ممنوع. لكن ألا يمكننا التحدث عن الأمر؟ أعتقد أن ذلك رفضا. من الأفضل أن أتفقد مظهري. كلا، وجهي بلا مكياج. لكني مستعدة لذلك دائما. أحتفظ بمخزون سري من المكياج لحالات الطوارئ. سأأخذ هذا. الماكياج ممنوع. هذا ليس عدلا، هذا أسوأ أمر. ما الفائدة إن لم أستطع أن أبدو مذهلة؟ تبدو الحياة خاوية بلا مكياج. مهلا، لقد راودتني فكرة. سأستخدم عبوة سائل تصحيح هذا. هذا ما أحتاج إليه تماما. سأبدأ بإفراغ السائل من العبوة. سأفرغ العبوة في وعاء. سأستخدم ذلك لاحقا. والآن سأنظف العبوة. وسأحضر ملمع شفاهي المفضل. سأستخدم ماسة لإخراج ملمع شفاهي من الأنبوب. إنه يجعل الأمور أسهل. لا أريد صنع فوضى. والآن سأضعه في عبوة سائل التصحيح. سأملأها إلى أعلاها. سيفي هذا بالغرض. وسأستبدل الغطاء. أنا ذكية جدا. وستبدو شفتي رائعتين. أجل، يمنحني هذا شعورا أفضل بكثير. لقد افتقدت هذا كثيرا. ها؟ ماذا تفعلين؟ واو، أحتاج إليه. خذي هذه النقود. حسنا، انتظرا دوركما. شكرا يا آسي. أعطني إياه، أعطني إياه. أنت الأفضل. وهو، سرني تعامل معكما. أشعر بملل شديد، أحتاج إلى قيلولة. مهلا، ما زلت في الصف. انتهى الوقت، سلموا أوراق اختباركم. لم أنتهي بعد. رسبت تماما في هذا الاختبار. سأحصل على علامة رسوب أخرى. أجل لا يهم. هيا أسرعوا. رائع، والآن سأصحح الأوراق. بالكاد يمكنني إبقاء عيني مفتوحتين. طفح كيلي من هذا. هذا أكثر إمتاعا. أتضور جوعا. أعلم ما سأفعل. سأطلب طعاما. مرحبا، أيمكنني طلب الطعام؟ واو، يا له من توصيل سريع. إنها وليمة. وكلها لي. المزيد، أريد المزيد. يا إلهي، هذا شهي. يمكنني تناول هذا طوال اليوم. الطعام دسم جدا وفوضوي، وأنا أحبه كثيرا. كان ذلك مذهلا. هذا ليس جيدا. أحتاج إلى تنظيف الدفتر. ربما لن يلاحظوا. أعلم ماذا أفعل. سأبدأ بقطع جزء من الدفتر. وسأحتاج إلى مسدس الغراء. سأضع الغراء على الدفتر وألصق قطعة من اللباد الأخضر بالدفتر. سأبسطها كي لا تتبقى أي طيات. والآن سأضيف اللباد الأبيض والأحمر أيضا. لكنني لم أنتهي بعد. سألصق قطعة صغيرة من اللباد الأسود على الدفتر وسأرتبها على شكل قوس. يبدو رائعا، أصبح الدفتر جاهزا. مظهر البطيخ أفضل كثيرا من دفتر ممل. ألا يصدر من الصف هنا رائحة برجر؟ حسنا أيها الطلاب، انتبهوا. أوراق الاختبار المصححة هنا. مستوى بشع يا أليكس. ها أنت ذا. هذا ليس دفتري. ماذا يحدث؟ إنه سرنا. مهلا، يمكنني تقبل هذا. شكرا، هذا مذهل. حسنا أيها الطلاب. ما الحيل المدرسية التي تستعين بها؟ أخبرنا بها في قسم التعليقات. ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الرائعة كهذا الفيديو.
يا طلاب، سيبدأ وقت الاختبار الآن. أوه، أعرف كل الإجابات. لا أعرف أي إجابة، سأتظاهر بأني مريض. كلا، حيلة قديمة. كريس، الكلام ممنوع. أوه، آسف يا معلمة. يا ماديسون، ماذا؟ سأعطيك هذه الشوكولاتة مقابل تغشيشي. أنا أعشق السنيكرز، اتفقنا. خذ. رائع، سأحصل على درجة كاملة. هذا رائع، هل تبحث عنها؟ نعم، كنت أبحث عنها. بنت، هل تريدين السنيكرز؟ أعطيني الإجابات. لقد غششتك، أنت مزعج. إنها قادمة. حقاً؟ مكانها القمامة. هي الفاعلة. هو الفاعل. كلا. نعم. كاذبة. كاذب. طلاب مزعجون. أريد قراءة هذا الكتاب. سأحاول ثانية. بنت، بنت، ماذا الآن؟ أتريدين هذا السنيكرز؟ ماذا عن هذا؟ أجل، اتفقنا. كيف سأفعلها؟ أجل، وجدتها. فكرة ذكية. سأفتح الدفتر وأغلف طرف ورقة بالشريط اللاصق. سأكرر ذلك على كل الورقة. ثم سأحضر إسفنجة وأقصها إلى قطع صغيرة. سأضع إحدى القطع في قلم تحديد وحصلت على مساحة لمسح حبر التحديد. لن يعرف أحد أني أكتب هنا. كريس، هل تريد الإجابات؟ انظر. ماذا تفعلين؟ انتظر، ها هي. عظيم، شكراً، لم أكن سأعرف هذه الإجابة. ما الذي يجري هناك؟ أو لا شيء. أترين؟ يبدو أن يتوهم. كان ذلك مشيكاً. هيا، أعطني الشوكولاتة. سعدت بالعمل معك. كانت مباراة رائعة. هذا أفضل. لحظة، أحتاج إلى دفتر. ها هو. أحتاج إلى شيء أكتب به. قلم. أجل. كلا، لا يوجد أي قلم هنا. ماذا سأفعل؟ يا متفوقة، مرحبا. أنا؟ هل يمكنني استعارة قلم منك؟ حسنا، معي أقلام زائدة. هذا. عظيم، شكرا. أو لا، انكسر. يا متفوقة، انكسر القلم. أريد قلماً آخر. رفقاً به. يا للهول، قلمان دفعة واحدة. لن تصدقي ما حدث. خذ، خذ، خذ هذا القلم. آمل ألا تغضب مني. يا متفوقة، هذا آخر أقلامي. حسناً. لحظة، قد يفيدني هذا العصير. سيساعدني هذا الشفاط. فكرة رائعة. سأفكك هذا القلم ثم سأضع بعض الغراء على طرف أنبوب الحبر هكذا. بعد ذلك سأحضر الشفاط وأدخل أنبوب الحبر فيه حتى أصل إلى الغراء. لن يستعير أي أحد قلما يبدو كشفاط. واو، ما أروعه ما. ألديك قلم؟ كلها شفاطات، آسفة. لا بأس. يا صاح، هل لديك قلم؟ رائع، يمكنني العودة لواجبي الآن. موضوع اليوم هو بوبيت اليونيكورن. أوه، آخر من ينتهي هو الخاسر. ربحت. رائع، ربحت. خاسر. مستعدة؟ بكل تأكيد. هذا التحدي سهل. يجب أن أربح. أسرع، هيا. سأربح بكل سهولة. استعدي للخسارة. أنا الرابحة، كدت أنتهي. الفن الحقيقي يأتي. انسوا الأمر. يجب أن أواصل. ألواني، لا يمكنني استخدامها. وهذه أيضا، لا أحتاج هذا. ما الذي تفعل؟ آخر جزء. هيا، يجب أن أربح هذا التحدي.
يحتاج إلى ألوان. كيف تجري الأمور معه؟ ببطء وثبات سأربح التحدي. لا يمكن أن أدعه يربح، لكن ليس معي ألوان. لحظة، ليس لديها أي ألوان. سأندم على هذا التصرف. أعطيني ألوانك. لابد أنه يمكنني فعل شيء بها. لحظة، خطرت لي فكرة رائعة. سيساعدني هذا الشفاط. سأحضر الشفاط وأدخل رأس القلم في طرفه وأكرر نفس الخطوة على الطرف الآخر. حصلت الآن على قلم يكتب ويلون. لا يمكن أن أربح بهذه السهولة. بنت، خذي هذا. ألوان؟ يمكنني إنهاء رسمتي. شكراً. العفو. لحظة. 3، 2، 1، انطلاق. كدت أنتهي من واجبي. ستكون هذه الرسمة رائعة. حقاً؟ أريد رؤيتها. كلا، ما زالت قيد العمل. كوني صبورة. لقد اكتملت وهي جميلة. ما رأيك؟ إنها ما هي؟ هل هي بطاطس؟ مهلاً، ربما إن حولت عيناي. أو لقد رأيتها، إنها بطة. ماذا؟ كلا. كنت أعلم ذلك. أحتاج إلى النظر عن كثب. أحتاج إلى الاقتراب منها مجدداً. إنها واضحة جداً. إنها ليمونة، أليس كذلك؟ كلا، إنها ليست ليمونة. صحيح، كنت خائفة من أن تقولي ذلك. هذا صعب. ما الذي يفوتني؟ هل تمازحينني؟ بالطبع، إنها موزة. انسي الأمر فحسب. أنا آسفة يا عزيزتي. ما هي؟ إنه بيكاتشو. هل هذا هو؟ ليس هذا جيداً. أتساءل على أي درجة حصلت؟ رسوب؟ وهذا أسوأ شيء. ستكون محطمة، لكن أعتقد أن بإمكاني إصلاح هذا. سأضع بيكاتشو هنا مباشرة. سأحتاج إلى بري هذا القلم الرصاص. يذكرني هذا بأن علي شراء مبرات أقلام. هذا أفضل. سأخذ قلم رصاص آخر، ثم سألف رباطاً مطاطياً حولهما. سأفعل الشيء نفسه على الطرف الآخر، وسأرسم الآن حول الصورة. أحتاج إلى تتبع الخطوط فحسب، وسيرسم القلم الثاني الرسمة على الورقة الفارغة. هذا أسهل كثيراً من الرسم الحر. ها هي ذي. يبدو هذا جيداً جداً. لا أحتاج إلى هذا بعد الآن. أحتاج إلى إضافة بعض الألوان. ما رأيك يا إيفا؟ إنها مثالية. شكراً يا أمي. من الأفضل أن أستعد للذهاب إلى المدرسة. لا أريد أن أتأخر. فلتحظي بيوم جيد يا عزيزتي. اذهبي واحصلي على امتياز. يا للهول، إيفا انتظري. مهلاً، هل يفترض أن يكون هذا زي عصرياً؟ يا للقرف، يبدو كزي قد ترتديه جدتي. حان وقت اتخاذ القرار. ليس هناك اعتبار للذوق الراقي. انظروا إليها. أو معذرة، أنا مجرد عاشقة للأزياء. What؟ أريدكما أن تصمم فستاناً. ومن يدري، لربما ارتديه على مدارج عرض الأزياء في باريس. يعجبني هذا التحدي. لدي خطة كبيرة. لا أعلم ما يجب فعله. حسناً، لا مجال لإهدار الوقت. ممتاز، يبدو هذا مبشراً. أنا على وشك تغيير عالم الأزياء. هذا بشع. لا أعلم كيف حدث من الأساس. الرسم كله خطأ. وهذا فاخر. يجب أن أدخل في الحالة المزاجية المناسبة. مهلاً، انتبهي. يجب أن أفكر مثل الفستان. وأن أكون الفستان. هل يا ترى؟ أعتقد أن لدي فكرة وتستحق المحاولة. أحتاج لشيء إضافي، لكن ما هو؟ وجدتها، سأعود على الفور. لدي إبريق كبير من عصير التفاح. هذا ما أحتاجه بالضبط. يجب أن أفتح المنديل، وبعدها سأبدأ بصنع طيات بطول الجزء العلوي. أريد صنع ثنيات. سأقرص المنديل ثم أطوي فحسب. يجب أن يبدو شكله كالمروحة. أستطيع الآن لصقه برسمي. سأحتاج إلى بعض الغراء. ستكون هذه الكمية كافية. وبعدها سأضغط عليه لتثبيته في مكانه. الأمر بهذه البساطة. كم هو راق وأنيق، لكنه بسيط تصميم نوعا ما. أريده أن يلفت الأنظار. من الأفضل أن أستخدم فرشاة ألواني. سأضيف بعض النقاط الملونة، إذ يبدو شكلها رائعا دائما. وسأستخدم ألوان طلائي مختلفة. سيخطف هذا الفستان الأنظار بحق. سأرسم النقاط الملونة حتى منتصف الذيل، وسيكون الفستان فريدا من نوعه للغاية. واو، لقد أحببته. إنه جميل. كما أنا متحمسة لعرضه على المديرة. أشعر بالجوع من جدة التفكير. واو، انظروا إلى رسم آني. كم هو جميل.
ماذا سأفعل أنا؟ لحظة واحدة، هناك وعاء من الفواكه العصارية، أريده، سأخذه، إنها الجريمة المثالية. يبدو شكلها لذيذا، سأستمتع بهذا. أيمكنني الحصول على واحدة؟ لا لا، إنها ملكي وحدي. كم هذا لئيم، لا يهم. ويحي، لقد أخطأت فمي، يجب أن أنظف ذلك. لا شيء. لحظة واحدة، ربما يمكنني الاستفادة من ذلك. أعرف ما يجب فعله، سيكون هذا الفستان جميلا بما يكفي لتناوله. سأرتب حبات العلاق بهذا الشكل، وبعدها سأضيف التوت الأزرق. يا له من فكرة رائعة، سيعجب المديرة بالتأكيد. لحسن الحظ أنني لم أكل الكمية بالكامل. لا أريد أن تنفد الفاكهة، أريد صنع فستان طويل وممتد. أحتاج للقليل من حبات التوت الأزرق. واو، هذا مذهل، لقد أصبح جاهزا لعرض الأزياء. مرحبا أيتها المديرة. أوه، هل انتهيتم بالفعل؟ أتمنى أن يعجبك. يا له من فستان شهي، أوافقك الرأي. أشعر أن هذا الفستان سيليق بك. أتحاولين مجاملتي؟ كلا، الفستانين ممتازين، مما يعني أن كلاكما سيفوز. تهانينا. ممتاز، ارفع يدك. آني، أين ذهبت؟ أوه، كان يجب أن أتوقع ذلك. يمكنني أن أشرح الأمر، خذي راحتك. لا تخبر المديرة فحسب. مرحبا، ما رأيك في سترتي الجديدة؟ حصلت عليها في التخفيضات، خصم 50%، أليست جميلة؟ أجل لطيفة، ولكن انظري إلى سترتي الجديدة. ما رأيك في حافظة هاتفي الجديدة؟ موضة لآلي قديمة جدا، لدي بوبيك. لا يهم، لدي هذا الدفتر أيضا، زينته بالملصقات، قلوب ونجوم وقطعة مثلجات أيضا. دفتري ممر جدا وسادة، لن يصلح هذا إطلاقا، لابد من وجود شيء يمكنني فعله. لدي أقلام تحديد هذا. انتظروا، لدي خطة. بأقلام التحديد وهذا السكين سأقطع الطرف، وسأقطع المزيد حتى يبدو بشكل قلب. انظروا كم يبدو لطيفا الآن. سأحضر دفتري وأستخدمه كختم، لن أتوقف عند القلوب فقط. ها نحن ذا، جميل بالقلوب والنجوم. انظري، دفتري عليه هذه الأشكال أيضا. واو، لا أصدق أنك صنعت هذا. سنضع بعض الحليب في هذا الوعاء، والآن سأضيف بعضا من قطرات ألوان الطعام. ها هو الأحمر ثم الأزرق، وبالطبع لا يمكننا أن ننسى الأصفر. والآن أحتاج إلى مسحة قطنية لنضعها في الحليب. ها هي ذا، بدأت تتحرك. يمكنني أن أحرك الألوان في أي اتجاه أريد. حان وقت بعض المزج. أشعر بالملل قليلاً، أتساءل ماذا علي أن أفعل. لدي فكرة، سأقوم ببعض الأعمال الفنية. سأبدأ بقليل من اللون البرتقالي. الفن ممتع، من الصعب أن تشعر بالملل وأنت مبدع. من الأفضل أن أشرب بعض السوائل. كلا، فيما كنت أفكر؟ الطلاء على كل أصابعي. يا إلهي، يا لها من فوضى. ماذا سأفعل الآن؟ الطلاء لوث الكوب بأكمله. انتظروا، أنا عبقرية. حسناً، سأبدأ بكوب زجاجي نظيفاً وأصبع ملون. ينبغي أن يكون هذا كافياً. والآن سأرسم خطاً مموجاً بالأعلى. جيد، ثم يمكنني وضع القليل من الخطوط بقلم التحديد تحت النقاط الملونة. لقد انتهيت، تبدو لطيفة جداً. تبدو كأضواء صغيرة ملتقة حول كوبي. إنه أجمل بكثير من ذي قبل. لا يمكنني أن أصدق أنني فكرت في هذا. وقد حان وقت المزيد من العصير. هذا ما أقصده. هذا درس ممل. هاي، انتباه، اختبار الرياضيات، أنا أعد المال فحسب. لا يهم، أنا مشغولة، آمل أن أنجح، لقد درست طوال الليل. لا أريد أي كلام، ها هو الاختبار. هيا بنا، لدي أشخاص يؤدون الاختبار عني. أوه جيد، جميل جدا. أوه نجحت، شكرا لك، وأشكرك على السيارة الجديدة. سأخرج. صعب جدا لكني تمكنت من حله. انتهيت، يستحق المال فعلا. أيتها المعلمة، يمكنك استلام ورقتي. شكرا.
هذه مضيعة للوقت. حسناً، وضعت الدرجات. دهشت بنتيجتك يا إسي. واو، ممتاز، مذهل، شكراً لك. جيد، كيف هذا؟ هاي، لم أدفع لك كل هذه النقود. أوه، لا أعرف ماذا أقول. هذا مزعج جداً. مرحباً أبي، أريد طالباً مجتهداً آخر. سأضع هذه في خزانتي. يجب أن أحضر قفلاً. ها؟ غرفة سرية؟ لم ألاحظها من قبل. ربما علي إلقاء نظرة. واو، واسعة جداً. أوه، يبدو المكان مريحاً. أخيراً مكان للدراسة والقراءة. واو، لم أكن أعرف ذلك. سأتي إلى هنا أكثر. واو، مرحباً ألي. أوه، لماذا؟ وكأني سأتحدث إلى جاستن. لا أفهم أي من هذه. أريد وقتاً لنفسي. لحسن الحظ لدي مكاني الخاص. سأدخل ببطاقتي الذهبية. هذا أكثر ما أحبه. مكان سعادتي. وقت المرح. يبدو هذا مثيراً. واو، وكأنه حقيقي. أو أنا بحاجة للاسترخاء. هذه أحدث تدابير السلامة. علي الحذر. أخيراً وصلت. تفضلي. أكره تحدث المساعدين إلي. أريد تدليل نفسي. تضع لك قناع للوجه. أفضل قناع على الإطلاق. مصنوع من الذهب. ستبدو بشرتك أكثر تألقاً. هذا مضحك، فهو يكلفني ذهباً فعلاً. تفضلي. أحب عملي. لماذا ما زلت هنا؟ هذه الحياة. حسناً، من الأفضل أن أستعد للدرس. واو، هذا رائع. أي من تسريحات الشعر هذه يجب أن أختار؟ كلا، ليس الشعر الأخضر. أعتقد أنني عرفت. سنختار التسريحة الثالثة. ما هذا الشيء؟ دعي، إنه لي. أريد رؤيته. ماذا حدث؟ وأخيراً أنتما هنا. أهلاً بكما في تحدي الفن. هاي، الأجواء الرومانسية تعم المكان. إليكما التحدي التالي. إنه قلب حب. وللمزيد من الإلهام، لدي ضيف مميز. انظرا إلي. مرحباً يا فتيات. أطلق على هذا اسم المظهر الساحر. يا إلهي، لحسن الحظ أنني اشتريت تلك المروحة. إنه لطيف. هاي، أنا رأيته أولاً. أنا يجب أن أفوز في هذه الجولة. علي صنع شيء مميز. أعطني قلوب الحب. أريد المزيد. أنا أبذل قصارى جهدي. لا أجيد العمل تحت الضغط. تفضلي. هذا ما كنت أريده. براين شاب تحلم به كل الفتيات. سنعيش في سعادة إلى الأبد. حسناً، لنفعل هذا. سأبدأ بكتابة رسالة رومانسية. أعتقد أنني كتبت ما أشعر به بالضبط. سأحددها الآن بقلم ذهبي. ثم سأضيف بعض النجوم. وسأكتب رسائلاً على القلوب الأخرى. أعتقد أنني سأختار هذا. سأطوي الجانبين، ثم سأطويهما إلى الأسفل لأصنع طية. والآن سأطوي الجزء العلوي ليحصل على مغلف صغير، وسأغلقه باستخدام ملصق صغير. ثم سأضعه مع البقية. إنها مجموعة صغيرة من رسائل الحب. لقد صنعت منها حلقة مفاتيح رائعة. واو، إنها جميلة. ربما هذا أصعب مما ظننت. أحاول إيجاد فكرة جيدة. حسناً، هيا بنا. سأرسم قلب حب، لكنه ليس قلب حب عادي. إنه مختلف لكنه جميل. مرحباً، يعجبني مظهر المشردة. وهذه الرسمة لأنها مذهلة. هذه الوردة لهذه الوردة. يا له من شاب وسيم. وما هذا؟ هل هذه لي؟ إنها جميلة ومتقنة. لدي شيء من أجلك. توقف عن النبض بقوة يا قلبي. أجل، أنا معتاد على رد الفعل هذا. هل هناك شيء لي؟ توقف عن هذا. يد جميل. أنا جائعة جدا، أحتاج إلى وجبة خفيفة. المعلمة مشغولة. هذه فرصتي. أحتفظ بوجبة خفيفة أسفل المكتب تحسبا لحالات الطوارئ. ها هي، علي الإسراع. ستغضب كثيرا إن رأت هذا.
هل كانت تلك حلوى؟ مهلاً؟ تجعلي هذا فحسب. ترى شيئاً. ماذا؟ لا تتجرأي على هذا، لا يمكنك إيقافي. هذا مقزز يا إيفا. أشعر بالخزي من نفسي كثيراً، لكني لا أندم على هذا. سأتظاهر بأن هذا لم يحدث. لم يشبع هذا نهمي للوجبات الخفيفة. لحسن الحظ خبأت رقائق البطاطس هذا. ستفي هذه بالغرض، علي إخفاؤها. ستفي حاملة أقلامي بالغرض، علي أن أكون هادئة فحسب. إنه مجرد يوم عادي آخر. مذاقها رائع جداً، كنت أحتاج إلى هذا. افتحي فمك على اتساع. يا لطيفتك، هذا غريب، لا أملك يداً ثالثة. مرحباً يا إيفا، الرقائق ممنوعة، هل سمعتني؟ لقد سمعتك، لكنك لم تقولي شيئاً عن الدونات. ما الذي يجري في الخلف؟ سأشتتها. إنني أراقبك. لا يهم، أنا أذكى منك. أمسكت بك. ماذا؟ يلا من حكة سيئة. يوجد خطب ما، إنها ماكرة، يحتاج هذا إلى إجراء صارم. كنت أعلم أن هذا التمثال سيكون مفيداً. أحتاج إلى تغيير مظهره. هكذا تماماً، وصلي النظر بعيداً، هذا ما أبحث عنه. أعتقد أنني استحققت هذا. إنها ألذ دونتس على الإطلاق، بكريمة وردية وسبرانكلز. إنها عمل فني. لا تأكليها. لقد حذرتك. كلا. مهلاً، أنت صلعاء، أعطيني إياها. هذا ظالم جداً، من الأفضل ألا تأكليها. أتركيها حالاً يا إيفا. ليتك تبذلين هذا المجهود في عملك المدرسي. لا مزيد من هذا، هل تفهمين؟ علي تصحيح الأوراق. أجل؟ حسناً، ما هاللحظة؟ لدي فكرة رائعة. سأبدأ برسم دائرتين صغيرتين، ثم سأوصلهما معاً. سأفعل الشيء نفسه بالنصف العلوي، ثم سأرسم نمطاً مموجاً. سأفعل هذا حتى الطرف الآخر، ثم في النصف العلوي. وبعد انتهائي من رسمها بالقلم الرصاص، يمكنني تحديدها بقلم جاف. سيبرزها هذا. علي تتبع الرسمة الأولى فحسب، لن أرتكب أي أخطاء. لا أريد إفسادها الآن، إنها تبدو مثل الدوناتس تماماً. يمكنني استخدام ممحاة للتخلص من القلم الرصاص، ثم سألونها. سأملأ الجزء داخل النمط المموج، ستكون هذه كريمة الزينة. بدأ لعابي يسيل، ثم سألون الدونات. سأستخدم لوناً برتقالياً داكناً لهذا. سأستخدم قلم تصحيح لرسم السبرانكلز. سأنقطها على كريمة الزينة، ثم سأضيف تضليلاً. علي التحرك حول الأطراف فحسب. سأفعل الشيء نفسه بالسبرانكلز، يجعلها هذا تبدو أكثر واقعية. لننتقل إلى المرحلة التالية. حان وقت التبديل. أنت لي أيتها الدونات، وسأترك الرسمة في العلبة. ماذا؟ من هناك؟ أنا متأكدة من أنني سمعت شيئاً. ماذا؟ هل يوجد خطب ما؟ إنني أقرأ كتابي. حسناً، لكنني سأراقبك. من كان يعلم أن الكتب مفيدة للغاية؟ إنها رائعة لإخفاء الدونات خاصتي. أسرعوا، فلتذهبوا إلى صفكم التالي. ها قد رحلوا أخيراً، كنت أتطلع إلى هذا. مهلاً، ماذا يحدث؟ ليست هذه دونات، لقد خدعت.